لما طفل يقعد يخبرك ليش صار بالبيت اليوم، قديش عم يدفع ثمن اهمال الحكومات والوزراء، بعتقد لازم انتم السياسيين تحسوا على دمكم، لازم تخجلوا. ضيفي الليله هو ابن هالمؤسسات، صار له 8 سنين بالكفاءات. ما تطلعوا فينا شوي، تطلعوا فينا. وزير الشؤون صرت موجه له كذا رساله، يا ريت تسمع صوتي وهالقلب المحروق اللي عم يحكي، يا ريت. انا معنا صار لي 6 سنين معنا لين. صار لك قديم شايفها للين وحكيت على التليفون لما كنا عندك؟ صار لي من وقت عيد الاستقلال. هلا توصل مرحلة ما عم بقدر شوفها؟ طيب شو بتقلها على الكاميرا؟ ولا هيو عم تحكي؟ بتمنى شوفك بأقرب وقت ممكن لأنه اشتقنا لبعض وبتمنى نشوف بعض. وعلى اليمين مين في؟ ليه؟ شو بيك استحيت يا حالي؟ شو في؟ شو بيك استحيت؟ من استديو ما أنا بحبك كتير، وصلنا 6 سنين يعني من وقت عيد الاستقلال أنا اشتقت لك وهيك. أجو ما كنا. لا بدك تحكي معها ما في، شو بيك عرقت؟ الو هاي ندى. علي صرتوا جاهزين؟ ايه احنا ناطرينه. وينه علي؟ سامع صوته. تأخرت عليك؟ تأخرت علي نعم. بدك جاهز يا معلم ولابس قميص من الساعة 5 يا زلمة. خبرني شو متوقع اليوم رايحين نعمل؟ ايش بدك تقلي؟ طيب يلا ناطرك انا. انا ناطرك بالاحمر. دورتك حلوة يسلا، رح نقضي نهار كتير حلو. حب طير فوق لبنان. انت ومين بتحب تطير؟ انا وليه. مشوار رايحي مشوار لنبرة لبنان بالنهار. أنا مطلع نشوف لبنان من فوق شو ناقص. ما تخاف أنا حدي.
نشوف لبنان من فوق. حب ياخد معني هيدي كل الدباجة كل القصة. علي، في معي صورة رسمتها انت على عيد الاستقلال، تذكرتها للصورة؟ ايه جبتها من عندك من لبنان. هيدا عالم لبنان، ترجع لبنان ليرجع لبنان لكرامته ولحلاوته. بيروت جراوند، جود افترنون، اوست لاتا بلا مبالغة كانوا عم يتصرفوا بوعي وكانوا مسؤولين وكانوا عم ينبسطوا بالوقت اللي هن فيه. هي خافت وبنفس الوقت انبسطت. كذا نفسها حضر حالك يا ماما تتكون انت الجديد يا عزة المحبة. لأن كتير مميزة بالنسبة لإلي، بالنسبة لإلي كتير مميزة، جمالها ويعني كل شي فيها. يعني أنا لما عملت لها هالفيديو للين كان قصدي عبر لها عن حبي إلها. بدنا نرجع كلنا نزقف للين ونقول له هابي بيرثداي. كلنا 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 كلنا.